اكو سبب ظاهري ايضا قام يعني حدث من اجل ذلك. القاضي، قاضي القضاة في المدينة، صار يكتب يشي على الامام الهادي الى المتوكل. واحد قال له ترى انت تقوم بشغلة، باكر النبي يكون خصمك يوم القيامة، لان المتوكل لما انت تكتب وتغلط بالكلام الى عن علي الهادي راح يقتل علي الهادي ويكون النبي خصمك باكر. فالمهم ما تعاض، لانه هو قاضي القضاة يشوف نفسه هكذا الانسان، يعني يرى ان نفسه هو المهيمن على المدينة، اذا وجود حاكم اخر تميل القلوب اليه، علي الهادي سلام الله عليه، سلام الله ينغص عليه. سلطان قاضي القضاة، ينغص ملكه، ينغصه في عيشه. فاراد ان يطرد علي الهادي سلام الله عليه من غير ذحول من الامام الهادي، يعني من غير ذنب، يعني ارتكب الامام. قلت لك محبه الناس لعلي الهادي في المدينه خلت المدينه نحيب يوم هجره الامام الهادي سلام الله عليه. مع ان عمر الامام 22 سنه، يعني شاب. انت شوف ايش قد احسن الى اهل المدينه علي الهادي، إلى برهم وفاجرهم، إلى قريبهم وبعيدهم، إيش قد أحسن عليهم، إلى مستضعفيهم، أيتامهم وأراملهم، نسائهم، كجده أمير المؤمنين وجده رسول الله. يوم الإمام ده يهاجر، يروح إلى سر من رآه، فكروا يا نفسي خو علي الهادي هذا الإنسان الخليق، هذا الإنسان المليح، هذا الإنسان المحبوب، هذا إذا راح إلى المتوكل ممكن يأخذ بقلب المتوكل، يعني المتوكل يميل إليه. نعم. كان المتوكل يقول أنا على مذهبكم، كان يقول واحد من الشيعة أنا على مذهبكم. نعم. لا تخفون علي، أنا أدري علي أن هذه هو إمام، أنا على مذهبكم. مع ذلك كان حابس الإمام في قصة. نعم. فكان يخاف أن المتوكل يميل إلى علي أن هذه، فأجى الإمام الهادي اعتذر، قال أنا أسأت إليك فأعتذر منك. الإمام التفت إليه، عفوت، ولو هو أجل لدنياه يعتذر من الإمام، ولو هو خاف الإمام يحكي يم السلطان عليه، نعم، والوشاية بالوشاية تتبدل، بس مع ذلك الإمام قد عفو الله، تغلب عليه بخلقه. حقيقة الإمام عجيب، يعني إنسان جاي صار سبب بطردك من أحب البلاد عندك، بلاد المدينة، أحب البلاد عند الأئمة المدينة، مع ذلك تشوفها بكلمة استعفاء لأمر الدنيا عفا عنه.